8 أسابيع مرت على بدء النزاع المسلح، وما يزال السودان يعيش في حلقة مفرغة، قتال ثم مفاوضات، تليها هدنة مؤقتة لا تنال ثقة الطرفين لتكسر من جديد. شوارع الخرطوم وبحري وأم درمان تحولت إلى ثكنة عسكرية وساحة قتال، مع إصرار الطرفين على تحقيق النصر، لكن محاولات إحلال السلام لا تزال موجودة. اليوم أعلنت الخارجية السعودية توصل الطرفين لاتفاق لوقف إطلاق النار ل 24 ساعة يبدأ صباح غدا السبت. ماذا إن لم يلتزم الطرفان؟ النتيجة ستكون تأجيل محادثات جد. حققنا بعض النجاح، لم يكن نجاحا كاملا لأن الأطراف لم يلتزموا التزاما كاملا، ونستمر في العمل لبحث السبل لرفع المعاناة عن الشعب السوداني عن طريق الوصول إلى تفاهمات معينة مع الأطراف، وهناك بوادر إيجابية حتى اليوم في المحادثات، قد نصل إلى هدنة أخرى مع آليات مراقبة أكثر تشددا تساعدنا في تحديد مواطن الخلل أو المخالفة. إن حصل ذلك وإن التزم الأطراف سيكون ذلك بصيص أمل جديد لإخواننا في السودان. وهنا أوجه كلامي مرة أخرى إلى الأشقاء في السودان كافة، أن الدم السوداني غالي، وأن لا بد أن نعمل جميعا على معالجة هذه الأزمة بالحوار وعيدا عن السلاح، لأن السلاح لا يحل شيء ولن يفضي إلى نتيجة سواء مزيد من الدمار ومزيد من الأبرياء يسقطون. جهود وقف إطلاق النار السعودية الأمريكية تأتي مع جهود أخرى أممية بقيادة المبعوث الأممي فولكر بيرتس. قبل أيام مدد له مجلس الأمن الدولي المهمة السياسية لمدة 6 أشهر، لكن هناك في السودان من يعتبره سبب الحرب، جبهة الجيش السوداني. الخارجية السودانية وصفت بيرتس بالشخص غير المرغوب فيه، لماذا؟ الإجابة في رسالة وجهها البرهان إلى الأمم المتحدة في أواخر مايو الماضي. اتهم البرهان بيرتس حينها بالمساهمة بسلوكه المنحاز وأسلوبه المضلل في اندلاع النزاع، وبإصراره على فرضه الاتفاق الإطاري بوسائل وأساليب غير أمينة. كل هذا بحسب الرسالة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.